أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية العربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نستهل جولتنا من الصحف المحلية ونقرأ من الأخبار خلال اجتماعه مع وزير الزراعة ومدير مشروعات الخدمات الوطنية وعدد من المسؤولين السيسي تطوير واستغلال القرية البحثية في توشكا واستكمال بنيتها التحتية. الرئيس يوجه بحسن إدارة الثروة المعدنية. وفي سياق آخر مصر الأولى إفريقيا في النشر العلمي. من صحيفة الأهرام نطالع: التوسع في استصلاح الأراضي بجنوب الوادي وشرق العوينات، السيسي الاستغلال الأمثل للخصائص المتميزة بمنطقة سيوة وتزويدها بالخدمات. ونتابع أيضا: الوزير يستقل قاطرة اختبار السكة الحديد للقطار الكهربائي. ولمحب الرياضة المنتخب يمنح صلاح شارة قيادة الفراعنة بصفة دائمة. إلى صحيفة مصر اليوم ونطالع: الحكومة تتابع تنفيذ محاور التنمية. رئيس الوزراء من الإسكندرية: تنعش الاقتصاد وتوفر فرص العمل. مصر تطلق 4 أقمار صناعية العام المقبل. بحث توفير فرص عمل في قرى حياة كريمة مع برنامج الأغذية العالمي. إقبال على مراكز التطعيم بالمحافظات. من عناوين صحيفة الوطن نطالع: بدء تظلمات الثانوية و15 ألفا سجلوا رغبات التنسيق. التعليم التظلم بالمجان ولأكثر من مادة، والجامعات تستعد للتطعيم ضد كورونا. وكتبت أيضا: تطوير المنظومة المائية بتنفيذ أنظمة الري الذكي. جامع 22% زيادة في قيمة الصادرات وارتفاع في الواردات 11%. وقفتنا مع الصحف العربية ونطالع من الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تعلن مقتل خبير إيراني بقصف للتحالف غرب مأرب، وداعش يهاجم الحشد على تخوم بغداد الشمالية. حل وسط لأزمة المحروقات بتكلفة 225 مليون دولار، وتحذير دولي للبنانيين: العطش ينتظركم. إلى صحيفة البيان الإماراتية: لبنان في دوامة المتاهات وتأليف الحكومة ورسائل الأجواء، ولا يزال اللبنانيون في انتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال. رسائل إقليمية متباينة حول عودة اللاجئين السوريين بين مؤيد للعودة ومترقب للحل الأمني والسياسي في البلاد. 3 ملايين طفل بلا تعليم في اليمن. ومن أبرز عناوين صحيفة عمان نرصد: في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، اليونيسيف تحذر من أن ملايين اللبنانيين قد يواجهون نقصا حادا في المياه. الهند توافق على أول لقاح يعتمد على الحمض النووي، وإسبانيا وتشيك تعلنان ألمانيا منطقة خطرة. ومن صحيفة الدستور الأردنية: 9 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. المسجد الأقصى يئن تحت وطأة التهويد والانتهاكات الصهيونية. 52 عاما على إحراق الأقصى والنيران لم تنطفئ. نتحول إلى الصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين لتجنب مطار كابول، مشيرة إلى تهديدات أمنية. أخطر تهديد يمكن أن يكون محاولة تنظيم داعش الهجوم على المطار. أثينا تزداد سخونة، وكبار المسؤولين يأملون في طرق جديدة لتهدئة الحرارة التي من المتوقع أن تكون جزءا من الحياة لسنوات قادمة. نبقى مع الصحف الأمريكية ونطالع من واشنطن بوست: المؤسس المشارك في طالبان الملا برادار يصل إلى كابول. الحركة تهدف إلى الكشف عن نموذج لحكم البلاد، لكنها لم تقرر بعد الشكل الذي ستتخذه. وأزمة إنسانية وخيمة أضخم في هايتي بعد زلزال كبير، والمسؤولون يعترفون بأن الزلزال المميت قد عطل جهود التطعيم. ومن صحيفة الاندبندنت البريطانية نطالع:
يجب فهم وسماع المخاوف بشأن التوزيع غير المتكافئ للاجئين الأفغان في بريطانيا. الحكومة تعهدت باستقبال 20,000 لاجئ أفغاني، منهم 5,000 هذا العام. الخبراء يحذرون من أن المملكة المتحدة يجب ألا تغمض عينيها عن نطاق كوفيد-19 لأنه قد يعود مرة أخرى. ومن صحيفة لوموند الفرنسية، وداع فاتر من بوتين لأنجيلا ميركل. المستشارة الألمانية التي ستترك الحكم بعد انتخابات سبتمبر التقت الرئيس الروسي للمرة الأخيرة في نهاية علاقة طويلة الأمد استثنائية تميزت في السنوات الأخيرة. وضع شمال شرق الولايات المتحدة بما في ذلك نيويورك في حالة تأهب لاقتراب الإعصار هنري. ومن أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم من الجمهورية نطالع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ربط قلب عروس المتوسط بامتدادها الحالي والمستقبلي وبالمحافظات المجاورة. ومن صحيفة الراي الكويتية نطالع، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبل زيارته للكويت اليوم، العراق المستقر مصلحة كويتية والعكس صحيح. من نيويورك تايمز الأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مهمة إجلاء الأفغان من مطار كابول لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من المصري اليوم، روبوت يؤدي الأعمال المكررة والمملة. شركة أمريكية ستطلق روبوتا بشريا العام المقبل مصمما للتعامل مع الأعمال الخطيرة أو المتكررة أو حتى المملة التي لا يحبها الناس. وكشفت الشركة عن أن الروبوت سيقف على ارتفاع 5 أقدام وثماني بوصات، ويمكنه التعامل مع الوظائف المختلفة من التوجه إلى البقالة والشراء منها إلى ربط السيارات بعضها ببعض. ومن صحيفة الوطن السعودية نقرأ بعنوان النقانق تقصر العمر. فقد نبهت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تناول النقانق مضر للغاية بصحة الإنسان، معتبرة أن قطعة واحدة منها بوسعها أن تقصر أمد حياة الفرد بنحو 36 دقيقة. كما أوردت الدراسة أن كل جرام من اللحوم المصنعة يؤدي إلى تقليص العمر بما يصل إلى 45 دقيقة في المتوسط. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولتنا قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.